بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي قناة مينا صوت للبرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي دائما مع المكونات. اليوم سنرى مكون ستاتيوس بار، مكون شريط الحالة الذي يأتي تقريبا في العديد من البرامج ويعطينا الحالات الممكنة على النافذة، أو يستعمل كذلك في أمور أخرى مثل قواعد البيانات أو لتحديد حالة ما بالنسبة للنافذة الخاصة بالبرنامج. إذا نفتح الدلفي، إذا ونأخذ مشروع جديد. إذن ومن حزمة Win32 نجد status bar، إذن نأخذه. إذن للوهلة الأولى يأخذ status bar، يأخذ line، يأخذها button، يعني في الحالة العادية يمكنكم استعماله في الطوب أو في اللافت أو في الرايت بحسب line الخاص ب هذه أو هذا المكون. إذن عادة ما يأتي هذا المكون هنا داخل الفورم في أسفل الفورم. إذن مما يتكون هذا الستيتس بار؟ الستيتس بار يتكون من، أو الخاصية التي تميزه هي الخاصية بانلز. إذن بالضغط اليمين على هذا المكون إديتر The panels أو editor the volley، إذن يعطينا هذه أو هذا الإديتر. إذن يمكننا إضافة هنا عدد من الستيتيو panels كما ترون، أو حذف أي status نريد. إذن لاحظوا في المكون أسفل الفور عند إضافة أي بانل يظهر هنا. لاحظوا البانل الأول يظهر، البانل الثاني، ثم البانل الثالث والرابع والخامس. إذن تظهر هنا خطوط، لاحظوا الخط الأول، الخط الثاني، الخط الثالث والخط الرابع، وكل بانل لديه اسم الذي هو بانل، والأندكس الخاص به هو هذا العدد الذي يأتي هنا، هنا 0 1 2 3 و4. إذا نميز هذا البانل بهذا أو هذه العبارة، نميز هذا الستيتيوس بانل بهذه العبارة status bar 1.panel، وبين عارضتين الأندكس، رقم الأندكس ليعطينا البانل الذي نقوم فيه ب وضع الحالة التي نريدها. وهنا لكل هذه status panel، لكل panel لديه الخصائص التالية. لديه أولا alignment، يعني text. إذن وضعية النص داخل هذا البانل إما تكون center، إما تكون justify left، أو تكون right justify، يعني left justify أو right justify، يعني هذا النص الذي يأتي داخل هذا البانل. إذا سنأخذ مثلا نص في البانل 0، نضع له مثلا test 01، نضغط OK. إذا لاحظوا ظهور الكتابة في اليمين بالنسبة لهذا البانل. لدينا البابل، البابل هناك عدة بابلز من بينها رايز ومن بينها ناون، يعني لا يوجد حواف. إذا نأخذها مثلا رايز، نأخذها مثلا رايز. لدينا البيدي مود، البيدي مود الخاص بهذا البانل. إذا يكون هذا البانل يعني
تابع للستاتيس. فإذا وضعنا مثلا هنا right to left فإن البانل سيكون من يعني ما داخل البانل يكون من اليمين إلى اليسار. إذا ولدينا كذلك في هنا في البانل أو status panel لدينا البي دي مود والبارنت بي دي مود. يعني إذا قمنا بوضعها ترو فإنه يأخذ البارنت بي دي مود يعني البي دي مود الخاص بستيتيوس بار. إذا ولدينا ستايل، هنا لدينا بي اس تكست ولدينا اونر درو. يعني اونر درو يعني نستطيع إضافة مكونات داخل البانلز هنا. إذا ولدينا تكست، الخاصية تكست رأيناها، ولدينا الويدت يعني عرض البانل هنا داخل الستيتيوس بار. مثلا لدينا 100 هنا، لاحظوا كيف يزداد حجم هذا الستيتيوس بانل، يزداد حجم ستيتيوس بانل ونضعها في الوسط. إذا لاحظوا الكتابة تتحول إلى الوسط. ثم لدينا الستيتيوس بار الثانية مثلا، نضع فيها مثلا 0202، 100 كذلك، الثالثة كذلك 100 أو 100، نضع فيها مثلا تيست 3، لدينا الثالثة كذلك، نضع 100 تيست كذلك، ونكتفي بهذا القدر. إذا لاحظوا هنا هذه البانلز. إذا الآن نأتي إلى خصائص الستيتيوس بار. إذا لديه ويدت العرض، بما أنه اللاين الخاص به هو all bottom يعني خذ تقريبا حجم النافذة في العرض. visible ظهور إظهار وإخفاء شريط هذا الشريط. use system font استعمال الكتابة الخاصة بالويندوز يعني الكتابة الخاصة بالسيستم. لدينا top، لدينا style name، style element، size grip true، نضعها false، simple text، simple panel. لاحظوا إذا قمنا بوضع هذه الخاصية simple panel فإن statue bar سيكون هو البانل، يعني يكون بانل واحد. show hints و power show hints يعني يقبل ملاحظات. pop up menu يقبل pop up menu عند الضغط باليزر اليمين على الستيتيو بار. ثم لدينا البانلز، لاحظوا البانلز هنا كذلك يمكننا الدخول من هنا او الدخول بزر الفأرة الايمن داخل البانلز. لدينا اسم، لدينا لينت الملاحظات، ولديه هايت كذلك. الفونت يمكننا تغيير الفونت فتتغير جميع البانلز بنفس، لاحظوا بنفس حجم الخط ونوع الخط. لاحظوا لدينا الانابلد يعني يعمل او لا يعمل. لدينا الكورسور كذلك يمكننا تغييره مثلا الى سير هاند بوينت. الكالر يمكننا تغيير الكالر مثلا الى اقوى مثلا. ولديه الانكورس كذلك والاوتو هينت بي دي مود. اذا هذا ما يميز الخصائص بالنسبة لهذا الستيتيوس بار يعني شريط الحال. ننفذ. إذا لاحظوا هنا كيف يظهر هذا الشريط أسفل النافذة. يمكننا وضع التاريخ، يمكننا وضع الوقت، يمكننا وضع العديد من الأشياء داخل هذه البانلز بالنسبة لهذا الستيتيوس بار.
إذا نأتي إلى هنا parent fonts use font system نجعلها false ونتركه يأخذ الفونت يعني النوع الذي أعطيناه له سابقا. إذن ولديه خاصية هي size grip، لما نفعلها تظهر هنا في هذا الشريط، لاحظوا تظهر هنا هذه الخاصية التي تمكننا عن طريق هذا السنتيوس بار من تحكم في حجم النافذة هكذا، يعني عمل ريسايز داخل هذه النافذة. يمكننا كذلك وضع بعض الملاحظات هنا، مثلا إذا قمنا بوضع مثلا باتن ثم وضعنا هذا الإيديت هنا وقلنا له مثلا status bar dot panel هكذا ونعطيه قيمة البانل مثلا 3 والتكست الخاص به هنا يساوي إلى edit 1 dot text هكذا ونفذ. إذن وأي قيمة نعطيها إلى الإيديت سيأخذها هنا، لاحظوا هذه مثلا نعطيه التاريخ مثلا سيكتبه هنا. يمكننا هكذا التحكم في القيمة النصية الموجودة داخل هذه البانلز. إذا قمنا مثلا بجعل هذه النافذة لحجز بعض المعلومات، فعند الانتهاء من حجز المعلومات يمكن إظهار ملاحظة هنا عن طريق يعني إظهار ملاحظة هنا يعني تؤكد بإتمام عملية الحجز والحفظ. إذن status bar يمكنه أن يقبل القيم التي يمدها إياه المبرمج، يعني يمكن أن يأخذ كما قلنا تواريخ هنا، يأخذ الوقت، يمكن أن يأخذ قيم مثلا إذا كانت لدينا برامج خاصة بالحسابات، يمكن عمل حسابات داخل status bar كنتائج نهائية، يمكن عمل به أشياء عديدة. وفي الدروس المتقدمة إن شاء الله عندما نأخذ الأمثلة سنتعمق أكثر في status bar. كان هذا درس حول status bar أو شريط الحالة في الدلفي. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.